الوداد، الوداد جرين في الشوط الثاني، الرأسية التي لم تأتي، الأهلي الذي يأتي وكرة أخرى، أندما خطيرة، جول أندما، جول 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 الوداد، 1-0 للحمرة، 1-0 للحمرة. نبأتك يا بدري، حذرتك من بدري، قلت لك على بدري أنه الأهلي لن يصمد 90 دقيقة بالدفاع. جريدة الشوط الثاني يبدأ بها الأحمر، الوداد يا أنس الأركان، البيت الأحمر يهتز بالأهداف. 1-0 عندما رجل المباراة، عندما فابريس رجل المباراة الآن، 1-0 للوداد قدام الأهلي، 1-0 في الدقيقة 47. سبحانه مغير الأحوال، التاريخ لا يتكرر ولكن يلعب في جزئيات. سبحان الله، العام الماضي في الدقيقة 47 اللاعب ربيعة سجل انتصار، رامي ربيعة في مرمى فريق الوداد بعد سنة، ممكن يوم بيوم، ساعة بساعة، كورة بكورة، ثانية بثانية، في نفس التوقيت، في نفس الشباك، ولكن الركن الفرحان تغير من أحمر الأهلي إلى أحمر المغرب. الوداد أندامة رب عداء بحجازي، هزها بكرامي، مستحيلة يا سمير، سعد لا يلحق، الكرة تلحق بالشباك وتلحق الهدف الأهلي في 1-0 عن طريق فابريس أندامة. البدني وعلى المستوى الصراعات الثنائية، شوف ممتاز الكرة، يا ربي ربي، هزوا معاه، هزوا معاه، حط كرة، حط كرة، باس حلوة برشا، ونجم ونجم يبعد، ونجم يدخل، ونجم يوسع الثاني، وريه جول 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 جول. الحمرة رجعت، الحمرة ضربت، الحمرة وقواعد الوداد تهبط على مطار النادي الأهلي بكل سهولة. الهدف الثاني، الوداد يحط على مرمى شريف إكرامي بالثاني، ثاني ثاني ثاني، رجع الوداد من ثاني. 2-0، 2-0 الوداد، 2-0 الوداد، على أنغام الكبار وعلى أنغام الكبيرات، على أنغامك يا دوكالي، على نغماتك يا عزيزة يا جلال، على أنغام جلجلالة واعتابه. الفريق الأحمر مر من هنا وكتب من هنا ورسم من هنا وسجل من هنا وطريق من هنا، والفريق المغربي يسعد الملايين الليلة في المغرب. ترجع كورة حلوة برشا، حلوة برشا، شوف تمبوريزا واستنى، يارب، ونجم النجم، ونجم عاود اكسليرا في الاكسليريشن ضاع الاهلاوي، يلعب على القائم الثاني وحط الثاني، وسعد سمير سلمتك من الله. الهدف الثاني للفريق الودادي، ونجم بالمهارة هرب على فتحي، يتعدى من معلول، حط الكورة امام دفاع تقريب شبه مشلول، والهدف الثاني عن طريق راسية 18 جابها، 18 حتى البديل يسجل الهدف الثاني. الكارتي دخل، الكارتي ووزع الكروت من جديد في المجموعة دي.